الأكبر إبراهيم استقال بعدما أيقن أنه لا أمل في المفاوضات بدون ضغط دولي. هناك ثلاث ملاحظات على قرار مجلس الأمن 2254. الانتقال السياسي في سوريا سيكون بسبل منها هيئة الحكم الانتقالي. إذا تشكل حكم انتقالي فإنه يخول بصلاحيات، وهذا يعني بقاء الأسد. القرار يتحدث عن أن أهداف الحكم الانتقالي الحفاظ على مؤسسة الدولة بعكس جنيف، مؤسسات الحكومة بعكس جنيف واحد الذي تحدث عن الحفاظ على مؤسسة الدولة. فكلمة واحدة غيرت المعنى. ده كلام سليم، ده اللي حضرتك قلته. النهاردة هنتكلم فيه. أريد بادئ ذي بدء أن أعود لكي أؤكد أنه ينبغي علينا كسياسيين عرب ومسلمين أن نقرأ الوثائق التي تطرح قراءة صحيحة، وأن ندرسها دراسة مستفيضة لما بين السطور، وخصوصا المطالعات التي يقدمها المندوبون أمام مجلس الأمن. لذلك كانت نصيحتي دائما لإخوتنا أنكم أيها الإخوة تابعوا مطالعات السيد دمستور أمام مجلس الأمن، ففيها الكثير الكثير من المعلومات التي يمكن أن تستطيعوا من خلال تشكيل الصورة لما يمكن أن يكون عليه الوضع مستقبلا. يعني أي تقارير تقدم أمام هيئة دولية يجب أن تقرأ وبعناية وبحرفية. بالضبط. فهناك فرق بين كلمة وأخرى، وفرق بين أين توضع النقطة وأين توضع الفاصلة، وكذلك الحيثيات، بمعنى أن الجملة إذا وردت في المقدمة قد أحيانا تختلف عن ورودها في بند من البنود، والمرجعية هنا هتبقى مختلف عليه. بالضبط. وعندما تكثر المرجعية أو تتعدد المرجعيات، وبالتالي فأنت تستطيع أن تميع من وجهة نظرك النص الذي مطروح أمامك، وقد يكون هذا النص أساسي كما الحالة هنا، الحفاظ على مؤسسات الحكومة بدل الحفاظ على مؤسسات الدولة. أنا بعد أن انتهت حلقة الأسبوع الماضي رجعت أيضا إلى قرار مجلس الأمن، ووجدت شيئا رابعا ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار. لاحظ أن القرار تحدث عن إقامة حكم لا طائفي وعلى مبدأ لا غالب ولا مغلوب، وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن يكون النموذج الحكم القادم نموذجا ديمقراطيا كما نص عليه في بيان جنيف واحد. لاحظ في بيان جنيف واحد النص على إقامة نظام حكم ديمقراطي، لأنه كان في ثورة قائمة وكان في ضغط. أما في قرار مجلس الأمن 2254 لو سنة 15 2015 فالنص على إقامة حكم لا طائفي وعلى مبدأ لا غالب ولا مغلوب. ولا غالب ولا مغلوب دي في المؤاخذة إيه في الديمقراطية بتبقى إيه؟ يعني الديمقراطية صندوق. من يريد أن يفسرها قريبا من التفسير السابق يقول المقصود فيها إقامة هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية التنفيذية بالتوافق بين الطرفين. أيوه. ومن لا يريد يقول أنها تعني كلمة تسوية. على فكرة كلمة التسوية السياسية ليست بالضرورة أن تعني وفق العرف الدولي الانتقال السياسي، ولا تعني وفق العرف الدولي إنه في طرف مش هيكسب أكتر، في طرف هيكسب أكتر. لو توصلنا التسوية في طرف هيكسب أكتر، وكل التسويات السياسية اللي حصلت كان في أطراف بتكسب أكتر. من الممكن. أنا لا، يعني ده طبيعي. الدول في أي مفاوضات بيحط لك شرط مقابله شروط، فأنت لازم تنازل عشان يقبل منك. بالتأكيد. يعني خلاصة القول أن قرار مجلس الأمن هذا كان إعلانا عن نهاية هيئة الحكم الانتقالي من وجهة نظري، وكان ينبغي علينا كمعارضة أن نتنبه إلى هذا مبكرا، أن نتنبه إلى هذا مبكرا. وقد تنبهتم الآن، فحسن أن نتنبه قبل فوات الأوان، ولكن من وجهة نظري أنه كان من الممكن بعض الإجراءات التي تحسن من واقعنا التفاوضي في مرحلة سابقة. ما أريد أن أصل إليه أنه بعد تشكيل هيئة العليا للمفاوضات وبعد صدور قرار مجلس الأمن، دعا السيد دمستورة في بداية 2016
إلى جنيف 3. أنت تعرف أن جنيف 2 قد انتهى في شهر شباط وآذار 2014، وتوقف التفاوض لمدة سنتين كاملتين. صحيح. ثم تم استئناف المفاوضات في بداية عام 2016. نعم. في بداية هذا التفاوض الذي سمي بمفاوضات جنيف 3 وكان على جلستين، كانت هناك 3 بنود في قرار مجلس الأمن كلها تتعلق بالقضاء الإنسانية، البنود 13 و14 و15. و هذه البنود جاءت في قرار مجلس الأمن بالصيغة ويدعو مجلس الأمن، وليست فيها الصفة الإلزامية، بمعنى أن المعارضة عندما اشترطت تحسين الوضع الإنساني، تحسين الوضع الإنساني، وأنها لم تبدأ التفاوض ما لم يتحسن الوضع الإنساني فيما يتعلق بالإغاثة أو المعتقلين أو إجراءات أخرى ضمن هذا النطاق، فحصل هناك تلكؤ، والنظام السوري لم يجد نفسه ملزما بتنفيذها وفقا للنص العربي بتقول بالضبط. ما الذي حصل؟ أن السيد دمستورة أرسل رسالة إلى المعارضة السورية لكي يقنعهم بحضور المفاوضات. نعم. وقال لهم فيها أنني مع توافقي معكم على أنها بنود ما فوق تفاوضية، إلا أنني لا أستطيع أن أطبقها بمفردي. لذلك نحن نأمل أن تحضروا إلى المفاوضات ونسعى إلى تطبيقها سوية. المعارضة ذهبت بناء على هذه الرسالة إلى المفاوضات، ولكن ما أريد أن أقوله أن هذه العبارة هي بنود ما فوق تفاوضية، من الناحية العملية لم يتم الالتزام بها، لأن النص المكتوب دعوة إلى بالضبط. الأطراف وليس بالضبط. وليس حتمية تطبيق هذه البنود بالضبط. وأنت ونحن بالآونة الأخيرة بدأنا نلاحظ أن بعض القرارات تأتي بصيغة يدعو، وبعضها بصيغة يرغب، وبعضها المفروض يكون يلزم طبعا. لم